هو انت تركتي الخبز وبعد كده رجعتي له؟ مش هقول لك بقى زي الدكاتره التانيين انت غلطان انك تركتي الخبز وحرمتي نفسك من نعمه ربنا. العيش مش نعمه ربنا، ده دقيق ومعدل وراثي، لكن خدي نشويات من الصديقه، انما رز صبعك اللي بيوجعك رجع ينقح عليك. هتقول لي دي مش نعمه ربنا ازاي يا دكتور، ازاي ده عيش ومش عيش وبتاع. هقول لك، هو انت عندك شجر مكرونه؟ فين شجره؟ لو عندك شجره مكرونه الدهني او اي حد قبل ما يدخل يخش ينقد هقول لك الدقيق ده حبيبي بيتعمل منه مكرونه، ومفيش حاجه اسمها اطلع من الدقيق مكرونه. لو عندك شجره مكرونه سباكيتي قولي لي، او لسان عصفور. المهم معلن، كلي نشويات صديقه مما صنع الله، اي حاجه صنع الانسان يبعد عنها، والتزم بالدايت. مش دايت، التزم بتنظيم وجباتك. انتوا دايما متنمرين على حياتكم. يعني ايه دايما متنمرين على حياتكم؟ عايزين تاخدوا الدايت ده حاجه تحققوا بيها تارجت وترجعوا تاني. مع احترامي لجميع الدكاتره طبعا، 95% من اللي بيخس بيرجع يتخن تاني خلاص، لان كله بيشتغل على علاج العرض مش علاج السبب. وانا معايا ناس وانا بصريح معاها وبقول لهم خلي بالكم كده، انتوا بتعملوا حاجات غلط وبتاخدوا عيش وبتاخدوا يوم فري وبتاخدوا من الجنج فود وبتخسوا، خلي بالكم انتوا بتعالجوا العرض مش بتعالجوا السبب، وبيخسوا خلاص ويجوا لي تاني تخنانين ويجي له تاني عشان ما بيعالجلوش عرض. فطب هو دكتور علاج العرض يفرق علاج السبب؟ فرق السماء والارض، فرق السماء والارض والسنين والدنيا. كلمه في حيره بقى بين الانظمه الغذائيه هي دي اللي متخلياكي متنمره على ايه؟ على الدايت، وبيلعبولك او انت بتلعبي على نفسك على نغمة الحرمان. فدايما تقولي انا بتحرم وانا مش عارف بتحرم. لا دي ايه ده؟ اكيد انت عندك دوري على تنقبي وابحثي عن سبب السمنة عندك ايه. هل سبب السمنة مقاومة انسولين؟ شوفي درجتها، اعملي لها تحليل، صايم 8 ساعات واحسبيها صح، عشان ساعات بعمل ما بتحسبهاش صح. احسبيها صح، سكر صايم فانسولين صايم بيطلع رقم، وبعد كده تقسميه على 405 بيطلع رقم. لو نص من 1.5 يبقى ايه؟ مفيش مقاومه. 1.5 بنقول عليه مشارف مقاومه الانسولين او بدايات مرض سكر. فدايما كل اللي واحد حاسبها بحرمان ده بيرجع تاني وبيفشل، وفي الاخر في الاخر بيرجع يطرق عليه الامر ان هو يدخل غرفه العمليات عشان دق له على دقه الحرمان، ويخش العمليات ويخس طبعا بفعل عجز السعرات، وبعد كده يرجع يتخن تاني. فكانك يا ابو زيد ما غزيت، والله العظيم كأنك مغزيت خالص. فطبعا لازم تبحثي عن السبب، اين هو السبب اللي تخن الشخص الفلاني ده وصله لهذا الرقم. هو مش بس كده، ده طلع ونازل طول سنين حياته، طلع ونازل طول سنين حياته. فالمشكلة مش قايمة انك انت بتخسي وتثباتي، لا ده انت خسة وبتتخني وخسة وبتتخني. اختاري الدايت اللي تحبيه مش اللي حد يحببك فيه.